اتعلمته من بالم هيلز قررت تصلحه هنا؟ يعني اكيد كل كومباوند بتعمله لا او كل كل حاجه اتعلمت، ايه بقى؟ كل حاجه يعني زي ازاي يبقى كله مربوط بواحده، ازاي بالم هيلز زي احنا دايما متعودين بنعمل جيتد كوميونتي كومباوندز يعني. بادية لكن مش كومباوند، باديه مش كومباوند، بادية لكن هي مدينة. فيها جواها مثلا 66 كومباوند، لان كل منطقه فيها خصوصيه، لكن كلها مربوطه مع بعض من اول يوم. صح يعني مثلا شوف مثلا بالم هيلز، احنا الناس سكنت وما كانش في ما كانش في خدمات ليهم، ما كانش في مطاعم، ما كانش في ده، اخدتنا فتره طويله جدا لحد ما عملناها. دلوقتي بنعملها بالتوازي، لو عملتيها بدري قوي الخدمات الشركه هتتاثر، لانك هتحطي فلوس كتيره اكتر ما انت المفروض تحطيها. لو الناس سكنت وما فيش خدمات، الناس هتقول احنا عايشين في نص الصحراء، ايه البتاع ده؟ فيعني زي ما حضرتك شايفه الكلاب هاوس ده مثلا، ده الكلاب هاوس بتاع الديستريكت الاولانيه فقط، في كذا كلاب في هاوس كذا موجود. كلاب هاوس، كل ديستريكت فيها كلاب هاوس، وكله في الاخر سواء المناطق الخضراء او البايكنج مناطق العجل. العجل او الجري او كده، كلها في الاخر بتصب في كور. الكور ده فيه نادي وفي جنينه كبيره جدا يعني زي هايد بارك، مش كبيره زي هايد بارك يعني، بس النادي بالجنينه بكده حوالي 113 فدان، ودي تعتبر طبعا اكبر حاجه موجوده في غرب القاهره. المساحات الخضراء عندكم كتيرة كمان، ف جدا بتعتبروها جزء مهم من هذا المشروع. بالظبط بالظبط. ولكن حضرتك بنحاول نعملها برضو بطريقه ذكيه عشان استخدام المياه. فاحنا مثلا في مياه الامطار، دايما في مصر في مشكله بيحصل، ما بتحصلش كتير، بس اول ما بيحصل مطر الدنيا بتقف. بتقف. فعاملين حاجه اسمها سويلز، وبناخد منحدرات مثلا، المنحدرات الطبيعيه بنمشي فيها المياه، وبتروح في لاجونز خارجيه، بحيث ان انا مش محتاج اعمل انفراستراكشر ابنيها على اعلى يوم في السنه ما بيحصل مثلا سيول. فانا بعمل انفراستراكشر طبيعي، لكن بيبقى عندي طريقه بخزن الميه دي فوق الارض بطريقه كويسه جدا، وبتساعدني في المنظر العام للمشروع. كم واحد بقى بيشتغل بكل التفاصيل اللي حضرتك حكيتها لي دي؟ كم واحد بيشتغل في باديه؟ احنا حضرتك من يوم ما ابتدينا هنا عملنا حوالي 22 مليون ساعه. 22 مليون ساعة، ساعة 22 عمل. مليون ساعة عمل، وبيعمل النهارده عمالة مباشرة موجودة في الموقع حوالي 4000. 4000 عمالة مباشرة. مباشرة غير بقى العمالة غير المباشرة. غير طبعا غير مباشرة، والكلام ده كله هيزيد مع الوقت طبعا. بادية دي هتخلص كلها امتى تقريبا؟ يعني احنا عندنا جزء، يعني متوقعين انها كل هذا المشروع يكتمل امتى؟ يعني بالتالي حضرتك في حدود 15 سنة من النهارده. لان احنا ما بنتكلمش مره اخرى على كومباوند، احنا بنتكلم على مدينه متفقى. هي مدينه فيها مميزات المدينه، ولكن ايضا فيها خصوصيه الكومباوند. بالنسبه للجو، الحقيقه لازم اقول لكم ان احنا النهارده يوم حر جدا، يعني النهارده درجه الحراره 33 34، لكن عايزه اقول انه الجو هنا معقول قوي. يعني ايوه طبعا تحت الشمس بيبقى حر، لكن الجو هنا احنا في منطقه مرتفعه استاذ ياسين. احنا هنا حضرتك ارتفاعنا 267 متر فوق سطح البحر، ودي من اعلى مناطق في اكتوبر يعني. فيمكن كمان عشان كده طبعا بيبقى في فرق درجه حراره حوالي 3 درجات. صحيح صحيح. ساعات البعض بيحس انه بقى صعب الاستثمار في مصر، ونخرج بره بقى نستثمر بره. على فكره مش غلط ان احنا نستثمر بره وننوع استثماراتنا، ولكن هل الأجواء الاستثمارية في مصر أصبحت طاردة لدرجة إن إحنا عايزين نمشي ونستثمر بره، ولا ننوع استثماراتنا، ولا إيه؟ ياسين منصور مستمر في استثماراتي في مصر في بالم هيلز والاستثمارات الأخرى؟ طبعًا مستمر. يمكن يعني إحنا بناخد أرض حوالي 370 فدان، هي يعني بس يعني في المراحل النهائية من يعني بنمضي العقد، يعني بنخلص العقود مع الدولة. فأنا شايف يعني بالعكس إحنا بنكبر وعايزين نكبر في بلدنا. هذا لا يعني ان الواحد يطلع بره يعني، بالعكس انا شايف ان هي حاجه تضيف لمصر لما يبقى عندها رجال اعمال ريجنال ورجال اعمال بيسافروا بره وبيستثمروا بره وذات ثقل، ده بيدي البلد كلها ثقل. ما احنا في الاخر كلنا مصر دي هي عباره عن احنا كلنا يعني، في الاخر الناس اللي فيها والناس اللي عاشوا زمان يعني كلنا بنمثل حاجه في الاخر اسمها مصر. فكل ما الناس دي تنجح كل ما بلدي بتنجح، فاي حد يطلع بره ويعمل حاجه فوق راسي بالعكس، لكن هذا لا يعني انه ما يستثمرش في بلده. ما ده برضه يبقى ناكل للجميل.